مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء التي قلما نسمع بها في وقتنا الحاضر، وهي من الأسماء الجميلة والخفيفة على اللسان، ولها من المعاني القيمة والرفيعة ما يجعلها مميزة وفريدة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم كنوز. كنوز اسم علم مؤنث من أصل عربي، وهو على صيغة الجمع، مفرده كنز، وهو مصدر للفعل كنز أي طمر وأخفى. يقال كنز الرمح أي ركزه في الأرض، ويقال كنز المال أي أخفاه تحت التراب. والكنوز هي ما طمر تحت الأرض من أشياء لها قيمة عالية، سواء أكان ذهبا أو فضة أو غير ذلك من أشياء قيمة. وكنوز الأرض هي كل ما يستخرج من باطنها من معادن نفيسة وموارد تنفع البشرية. ومن سميت كنوز فهي لؤلؤة مخفية قيمتها غالية. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة ذكية جدا وعميقة التفكير وذات بصيرة نافذة، صاحبة نخوة وكرم نفس ولا تبخل بشيء لمن يحتاجها، مسالمة بشكل واضح ولا تحب المواجهات، لا تجيد التعبير عن ما في دواخلها من مشاعر فهي خجولة جدا، لديها اهتمامات واضحة بالجوانب الفنية والأدبية. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم كنوز؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.